يا ريت نحن لو في الدنيا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لأنه لو دخلوك القبر تاني رجعة ما في، ويوم القيامة تاني الحسرة ما بتنفع والندم ما بينفع. الإنسان يتوب ويرجع إلى الله ويتمسك بدين الله، دار تعيش سعيد. ولو كنت فقيرا التزم بالدين، التزم بالسنة، تعلم القرآن، اتلو القرآن صباحا ومساء، وعلم أولادك القرآن والتوحيد والعقيدة، وكن داعية توحيد، واصبر على الأذى فإنك تجد حلاوة الإيمان. شوف الأنبياء ديل الصدر ما مفروش بالورود، ما في نبي جاء حذر الناس من الشرك وأمرهم بالتوحيد وسلم من أذاهم. ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. تجد الأذى من الصوفية، الأخوان المسلمين، حزب التحرير، جماعة التبليغ، الشماسة، الما عندهم شغلة يتسلطوا عليك، المساجد بقوها زي الأندية، إنت لو ما معاهم في الطريق ما بيخلوك تتكلم، ولو ما معاهم في الحزب ما بيخلوك تتكلم، ولو ما كنت من أتباعهم ما بيخلوك تتكلم. كثير من المساجد الآن، وربنا قال أقول لهؤلاء ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي خزي. أنت بتحارب دين الله والدعوة دي ما بتقيف. أن أبشرك لكل عدو لهذه الدعوة دعوة التوحيد وإخراج العباد من عبادة العباد وعبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الصالحين وعبادة الطالحين، الدعوة دي ما بتقيف. ولا في فرعون ما وقفه، أبو لهب ما وقفه، النمرود بن كنعان ما وقفه، وغيرهم من صناديد الكفار والمنافقين ما استطاعوا أن يوقفوا دين الله. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دعوة دي تخش جوا بيتك، تخش جوا ولدك، التزم بيتك، تلتزم مرتك، تلتزم تلبس الحجاب، تمتنع عن المصافحة، تقلع عن الأغاني، تتوب وترجع إلى الله، ولدك استقيم. ده كله فتح ونصر لهذه الدعوة. والله إن كل ما يمنعون في محل وكل ما يضيق علينا في محل نجد المجال الأوسع. والله وعند على ثقة كاملة أن الله عز وجل متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المتصوفة والإخوان المسلمون وحزب التحرير وغيرهم، دين الله منتصر، والدعوة دعوة التوحيد الدعوة السلفية هي المنصورة، وما دونها من الدعوات محكوم عليهم الفشل. هذا كلام الله عز وجل وهذا كلام رسول الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. دين الله ماشي يا زول، والتوحيد بيرفعك، التوحيد بيرفعك، تدعو للتوحيد ربنا يرفعك. ربنا رفع به الأنبياء ورفع به أتباع الأنبياء، مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف وأصحاب الأخدود، ورفع به حتى الحيوانات والطيور. الهدهد ربنا مش جاب كلامه في القرآن؟ ده ما إكرام التقاشر. لما نتكلم في التوحيد ولما لقى الجماعة ساجدين للشمس الليلة تجد الجماعة ساجدين للقبة، وأنا شفت بعيني دي، شفت البرهانية بتاع السوق الشعبي من خرطوم جوا في القبو ساجدين والراكعين ولافين طايفين، يدعو في الميت ويستغيث به ويدعوه من دون الله عز وجل، وده شرك وده الجهلة ومغفلين. أسأل الله أن يهديهم. الهدهد ربنا رفعه لما نتكلم في التوحيد. ربنا قال عن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وشوف الكلام في التوحيد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. ده كل كلام الهدهد، ده كل كلام الهدهد، تفصيل في التوحيد، الإجمال في التوحيد لا ينفع.
ما بينفع. داعي التوحيد ما بيفصل في التوحيد، ده ما داعي التوحيد، لا بتفصل حتى يفهم الناس التوحيد. عشان كده الندم بيقع بيتين يوم القيامة، ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طوالي بيعترف، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الليلة فيكم سيد، السيد المرغني، السيد البرعي، السيد التجاني، السيد معارف الترابي الذي هلك وأراح الله عز وجل منه البلاد والعباد بهلاك هذا الرجل المبتدع الضال الذي ينكر دين الله عز وجل جملة وتفصيل. التراب عنده أتباع، وهذا رأس فتنة في هذه البلاد، أراح الله عز وجل منه البلاد. الحمد لله رب العالمين على هلاك هذا الرجل. فعند أسياد كتار، هاي زول عنده سيد، وإنت في الدنيا دي خلي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، ما بتندم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما بتندم. تتبع لك أي راجل من الرجال ذلك يتبرأ منك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أصو الشيطان ما شال لك عكاز قال لك تبقى تجاني، أصو ما شال لك قال لك تبقى تجاني، وأنا بحذرك ما تبقى تجاني. الليلة من اليوم ده إذا عندك قريبك تجاني قول له يا زول التجانية دي تابعة لمنو؟ حقت منو؟ حقت التجاني؟ أنا ما بتلزمني، أنا يلزمني الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم الكفاية وفيهم الغنية وفيهم الشفاء. دي ما بكفنك الكتاب والسنة ما كفاية؟ لما تجيب لك تاني تجاني وما عارف غيره. عشان كده وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. السبيل أتوا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وربنا أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، وده داريني بيعيدوك من الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة ومن دعاة التوحيد، وأن يستعملنا في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقدم الشيخ آدم فليتفضل مجزيم مأجورا. السلام عليكم. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.